فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذا التعريف صحيح؟ التوحيد إفراد الله بما يختص به. لا وش؟ لا، هذا مجمل ولا يعطي شيئا. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو شرح التوحيد وتفسيره، إفراد الله بالعبادة أخذا من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا هو تفسير التوحيد الصحيح. أما اللفات من هنا وهناك بتعريفات تلف الشيء، هذا ما يصلح. نعم.